مرحبا بكم أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي العلمي. درسنا اليوم في مادة الفيزياء في الوحدة الثانية الدرس الأول، وهو درس التحريض الكهرطيسي. في الجزء الثالث أعزائي الطلاب سوف نتعرف على التحريض الذاتي. لفهم التحريض الذاتي نقوم بإجراء تجربة مبين شكلها التخطيطي على اللوح أمامكم. تتكون هذه التجربة، الجهاز الأول أعزائي الطلاب وهو بطارية لها قوة محركة كهربائية معينة 12 فولت أو 9 وإلى آخره، تعطينا التيار متواصل. نربط هذه البطارية إلى معدلة أو مقاومة متغيرة. مقاومة متغيرة دورها تتحكم في شدة التيار الكهربائي، أي بزيادتها أو بإنقاصها، ومصباح وقاطعة S مع موصولة مع وشيعة بهذا الشكل. أعزائي الطلاب، مكونات الدارة الواضحة أمامكم. كيف نقوم بالتجربة للتأكد من التحريض الذاتي؟ نقوم بالتجربة على الشكل التالي: أولا نغلق القاطعة فيضيء المصباح، ولكن باستخدام المعدلة أو المقاومة المتغيرة سوف نحاول جعل إضاءة المصباح إضاءة خافتة، أي انقاصها ما يمكن، أصغر ما يمكن. عندها نعيد فتح القاطعة بهذا من جديد. التجربة تكون على الشكل التالي: الحالة الأولى عند إغلاق القاطعة، أي عند إغلاق القاطعة ماذا نلاحظ؟ نلاحظ توهج المصباح، إضاءة قوية بالرغم من نحن عيرناه على الإضاءة الضعيفة. عند إغلاق القاطعة سوف يتوهج المصباح إضاءة قوية، ثم يعود إلى إضاءته الخافتة ويستمر بالإضاءة الخافتة. إذن هذا ما يحدث في البداية عند إغلاق القاطعة. يتوهج المصباح ثم يخفت. ماذا يحدث عند فتح القاطعة؟ عند فتح القاطعة أعزائي الطلاب يتوهج المصباح ثم ينطفئ. إذن الحالة الثانية فتح القاطعة، يحدث أنه يتوهج المصباح ثم ينطفئ. إذن الملاحظات أعزائي الطلاب هي على الشكل التالي: أي عند الإغلاق توهج المصباح، وعند فتح القاطعة توهج المصباح. التعليل أعزائي الطلاب، التعليل أي أنه توهج المصباح أكثر من الحالة الأولى، أي يجب أن يكون أن المصباح حصل على تيار كهربائي إضافي أدى إلى توهج هذا المصباح. من أين أتى هذا التيار؟ يوجد في الدارة الوشيعة أعزائي الطلاب. الوشيعة هي تعمل عمل مولد للتيار الكهربائي، لكن بشرط وجود مغناطيس. ولكن هنا أعزائي الطلاب لا يوجد مغناطيس، إذن حصل ما يسمى بالتحريض الذاتي، أي أن الوشيعة هي التي عملت دور المحرض لأن لها حقل مغناطيسي، وهي عملت نفسها عملت عمل المتحرض وولدت بداخلها تيار كهربائي. أي أن الوشيعة هنا أعزائي الطلاب هي تلعب دور المحرض والمتحرض، لذلك نقول عليها التحريض الذاتي. لشرح هذا أعزائي الطلاب نبدأ بشرح الحالة الأولى. عند إغلاق القاطعة أعزائي الطلاب سوف تزداد شدة التيار مع الزمن. إذن هنا شدة التيار كانت شدة التيار صفر، ثم تبدأ بالزيادة إلى أن تصل إلى قيمة معينة. مثلا سوف تزداد شدة التيار إلى قيمة معينة، مثلا هذه القيمة أعزائي الطلاب مثلا 4 أو 5 أمبير حسب، إذن أو ملي أمبير، قيمة معينة هي I. عند ازدياد التيار من صفر إلى I سوف يزداد الحقل المغناطيسي داخل الوشيعة، وبالتالي عندما يزداد الحقل المغناطيسي يتوفر لدينا حقل مغناطيسي متغير. هذا الحقل المغناطيسي المتغير يؤدي إلى نشوء تيار متحرض يؤدي إلى توهج المصباح. في المرحلة التالية أعزائي الطلاب يكون التيار ثابت. عندما يكون التيار قيمته ثابتة سيكون الحقل المغناطيسي داخل الوشيعة هو حقل ثابت. عندما يكون حقل ثابت يتوقف التيار المتحرض، إذن هنا يعود المصباح إلى الإضاءة الخافتة، فقط يعتمد على البطارية. ولكن عند فتح القاطعة وتناقص
شدة التيار. عند في هذه المرحلة تتناقص شدة التيار خلال زمن قصير، وبالتالي ينشأ تيار متحرض. هذا التيار المتحرض يؤدي إلى توهج المصباح، ولكن ينطفئ المصباح لأنه التيار وصل إلى الصفر، وأيضا التيار المتحرض انعدم، وبالتالي يعود المصباح إلى الانطفاء. إذن لدينا في مرحلة زيادة التيار ينشأ تيار متحرض، وفي مرحلة تناقص التيار ينشأ تيار متحرض. إذن عملية التحريض الذاتي هي تحدث عندما تكون الوشيعة نفسها تتأثر بحقلها وتؤدي إلى نشوء تيار متحرض. هذا التيار المتحرض يتطلب أن يكون التيار الذي يمر في الوشيعة يكون تيار متغير، حتى يكون لدينا تغير في التدفق. أعزائي الطلاب، التدفق المغناطيسي الناتج أو الذاتي فاي يتناسب طردا مع شدة التيار، فاي يساوي إل في آي، أي أن فاي يتناسب طردا مع شدة التيار الكهربائي. ماذا نقصد بآي؟ آي هي شدة التيار الكهربائي المتغير الذي يمر في الوشيعة، وفاي هو التدفق المغناطيسي. إذا شدة التيار الكهربائي هي I وفاي هو التدفق المغناطيسي، ماذا نقصد بإل؟ إل هو عامل التناسب بين التدفق المغناطيسي وشدة التيار، نسميه ذاتية الوشيعة أو ذاتية الدارة، وهو يتعلق بمساحة سطحها وعدد لفاتها، أي هو عامل التناسب بين إل وآي. لاستنتاج ماذا يساوي إل ذاتية الوشيعة ب بدلالة عدد لفات الوشيعة ومساحة سطحها. إذن استنتاج ذاتية الوشيعة، نفرض لدينا وشيعة عدد لفاتها، إذن لدينا وشيعة مساحة مقطعها S وعدد لفاتها N. الحقل المغناطيسي الناتج عن الوشيعة، من دروس الصفوف السابقة، الحقل المغناطيسي الناتج عن الوشيعة هو P تساوي 4P في 10 أس ناقص 7 N عدد لفاتها في N في I على L طول الوشيعة. إذن هو عدد الحقل المغناطيسي الناتج عن الوشيعة يساوي 4B في 10 قوة ناقص 7 إن عدد لفات الوشيعة في I شدة التيار الكهربائي على L طول هذه الوشيعة. التدفق المغناطيسي الذي يمر بالوشيعة الناتج عنها، التدفق المغناطيسي فاي يساوي N في B في S، طبعا في كوساين الزاوية فاي، ويساوي كوساين ألفا، حيث كوساين ألفا يساوي الواحد. إذن N في B في S، B أعزائي الطلاب هي من العلاقة السابقة، وبالتالي يكون فاي يساوي 4P ضرب 10 قوة ناقص 7 N ضرب N N مربع في S على L مضروب في I. بمقارنة هذه العلاقة، علاقة التدفق المغناطيسي مع العلاقة المفترضة التي تفترض العلاقة بين فاي وآي اللي هو إل، إذن بالمقارنة مع فاي يساوي إل في آي شدة التيار، إذن يكون لدينا نستنتج أن إل تساوي 4P في 10 أس ناقص 7 إن مربع في إس على إل، وهو علاقة التي تعطينا ذاتية الوشيعة. ذاتية الوشيعة أعزائي الطلاب تقاس بواحدة اسمها هنري، إذن واحدتها هنري أتش. تعريف الهنري أعزائي الطلاب هو ذاتية وشيعة أو ذاتية دارة، عندما يمر فيها تيار شدته أمبير واحد يكون التدفق المغناطيسي فيها ويبر واحد. إذن التدفق المغناطيسي واحدته في الجملة الدولية ويبر،
وآي بالأمبير، فعندما يكون واحد ويبر وواحد أمبير يكون لدينا واحد هنري. إذن أعزائي الطلاب، بعد أن استنتجنا ذاتية الوشيعة يمكن أن نكتب أن القوة المحركة الكهربائية إبسلون تساوي ناقص دي فاي على دي تي، ولكن فاي أعزائي الطلاب تساوي إل بي آي شدة التيار، وبالتالي يكون لدينا إبسلون تساوي ناقص إل دي آي على دي آي على دي تي. ماذا نقصد وهو العلاقة قانون فاراداي في التحريض الذاتي؟ إذن إبسلون هي القوة المحركة الكهربائية المتحرضة الذاتية، وإل هو ذاتية الدارة أو ذاتية الوشيعة المستخدمة، ودي آي على دي تي هو تغير شدة التيار أو تغير مشتق شدة التيار في الزمن. إذن يمكن إيجاد القوة المحركة الكهربائية التحريضية الذاتية بهذه العلاقة. الآن ننتقل إلى فقرة جديدة وهي الطاقة المختزنة في الوشيعة. إذن الطاقة المختزنة في الوشيعة، لاستنتاج الطاقة المختزنة في الوشيعة أعزائي الطلاب نقوم بالتجربة التالية أو الدارة التالية. لدينا دارة تتكون من بطارية ووشيعة ومقاومة. إذن لدينا دارة تتكون من بطارية قوتها المحركة الكهربائية E، إذن بطارية أو مولد قوته المحركة الكهربائية له هو E، ووشيعة ذاتيتها L، وأيضا أعزائي الطلاب مقاومة كهربائية قيمتها R. لدينا في الدارة الموضوعة بالشكل لدينا منبعين للتيار الكهربائي. المنبع الأول هو الوشيعة هو البطارية، والمنبع الثاني هو الوشيعة. إذن البطارية أو المولد قوته المحركة E، والبطارية التي قوتها المحركة الذاتية تعطى بالعلاقة E تساوي ناقص L بدي آي على دي تي. طبعا سوف نأخذه بالقيمة المطلقة. إذن سوف يكون مجموع القوى المحركة الكهربائية، مجموع القوى المحركة الكهربائية يساوي R في I. إذن E زائد إبسلون يساوي R في I. الطرف الأول هو مجموع القوى المحركة الكهربائية، والطرف الثاني R في I. إي أعزائي الطلاب هو القوة المحركة الكهربائية، إي نتركها مثل ما أقول للمولد، زائد إبسلون هي دي آي ناقص إل بدي آي على دي تي. إذن ناقص إل دي آي على دي تي يساوي آر في آي، آي شدة التيار الكهرباء. ننقل هذا إلى الطرف الثاني فيكون لدينا إي يساوي R في I زائد L دي I على دي تي. بهذا الشكل أعزائي الطلاب حصلنا على العلاقة. نضرب طرفي العلاقة ب I و دي تي، نضرب بالحد I دي تي، فيكون لدينا E في I في دي تي يساوي، هنا نضرب ب I في دي تي، إذن R في I ضرب I، I مربع في dt زائد، هنا نضرب أيضا ب I dt فيكون لدينا L في I dt تختصر مع dt يبقى لدينا di. ماذا تمثل حدود العلاقة السابقة؟ جداء القوة المحركة الكهربائية أي فرق الكمون للبطارية ضرب شدة التيار هو الاستطاعة الكهربائية.
الاستطاعة الكهربائية ضرب الزمن يعطينا الطاقة الكهربائية. إذن هذا الحد يمثل الطاقة الكهربائية التي يقدمها المولد. إذن الحد الأول الحد E في I في DT. E في I هو استطاعة، ضرب الزمن هو طاقة. إذن هو الطاقة الكهربائية التي يقدمها المولد. الطرف الثاني يمثل الطرف الأول فيه الطاقة التي تصرفها المقاومة، لأنه R في I في DT. إذن الطرف الثاني الحد R في I مربع في DT. R في I مربع هو استطاعة أعزائي الطلاب، استطاعة ضرب الزمن أيضا يمثل الطاقة. إذن هو الطاقة الكهربائية المصروفة في المقاومة. إذن هذا الحد يمثل الطاقة التي اختزنتها الوشيعة. إذن L في I في DI هو الطاقة التي اختزنتها الوشيعة. إذن الحد L في I في DI هو نرمز له بالرمز DE مثلا، الطاقة المختزنة في الوشيعة. لإيجاد الطاقة المختزنة في الوشيعة نكامل أعزائي الطلاب الحد السابق. EL تساوي تكامل L الذاتية في I في DI، ولكن نكامل عندما ينتقل التيار من الصفر إلى قيمة I. إذا عندما يزداد التيار من صفر إلى قيمة معينة سوف نوجد الطاقة التي تخزنها الوشيعة بهذا الحد. تكامل أعزائي الطلاب من قوانين التكامل، العدد الثابت يخرج خارج التكامل، وبالتالي EL يساوي L في تكامل من الصفر ل I I في DI. تكامل XDX هو نضيف للأس واحد ونقسم على الأس الجديد. XDX هو نفسه IDI ولكن هنا تكامل محدود. إذن L في تكامل I مربع، لأنه الأس واحد، I مربع على 2 لكن من الصفر إلى I. التكامل المحدود فقط نعوض القيمة العليا ناقص القيمة السفلى بتقسيم تعويض القيمة العليا I على 2. إذن يساوي EL يساوي L ضرب بالتعويض أعزائي الطلاب I مربع على 2 ناقص 0 مربع على 2. طبعا 0 على 2 0، هذا الحد يروح، يبقى معانا الطاقة التي تخزنها الوشيعة يساوي 1 على 2 L في I مربع، وهو العلاقة المطلوبة، وهي إيجاد الطاقة الكهربائية المختزنة أو الكهرطيسية المختزنة في الوشيعة. هناك علاقة أخرى يمكن إيجادها بتعويض العلاقة فاي يساوي L ضرب I. لدينا فاي يساوي L في I. نعود إلى هذه العلاقة فيكون EL يساوي 1 على 2 L في I مربع، أي I في I. L ضرب I هو فاي، وبالتالي يكون EL يساوي 1 على 2 فاي I، وهو علاقة أخرى لكن بدلالة فاي هالمرة، بدلالة التدفق. وهنا علاقة الطاقة الكهربائية أو الكهرطيسية التي تخزنها الوشيعة بدلالة ذاتية الوشيعة وشدة التيار. طبعا EL نقصد فيها الطاقة الكهرطيسية المختزنة في الوشيعة. بهذا نكون أعزائي الطلاب قد استنتجنا الطاقة الكهرطيسية المختزنة في الوشيعة. لنحل مثال تطبيقي أعزائي الطلاب لحساب الطاقة الكهرطيسية المختزنة وشيعة. مثلا مثال وشيعة ذاتيتها مثلا 10 أس ناقص 2 هنري L يساوي، ويمر فيها تيار شدته مثلا 3 أمبير. المطلوب أوجد الطاقة المختزنة فيها. الطاقة الكهرطيسية المختزنة في الوشيعة المعطيات أعزائي الطلاب L يساوي 10 أس ناقص 2 هنري، وI يساوي 3 أمبير، وبالتالي يكون لدينا EL يساوي 1 على 2 ضرب
ال 10 قوة ناقص 2، وشدة التيار 3 أمبير، إذن 3 لكن مربع نص ال في I للتربيع. مربع ال أعزائي الطلاب هو مربع ال 3 9، 9 على 2 إذن يساوي 9 على 2 في 10 قوة ناقص 2، أي 9 على 2 4.5، ولدينا 10 قوة ناقص 2 يساوي 45 ضرب 10 أس ناقص 3 جول، واحدة الطاقة بالجملة الدولية. بهذا نكون قد تعرفنا على التحريض الكهرطيسي لهذا الدرس، ونلقاكم في دروسنا القادمة بإذن الله.